من بين رسائله أو أسئلته التي بعث بها، وكانت في مجملها رسائل أو أسئلة كثيرة، يقول: ما حكم من ترك الأضحية وهو قادر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فذبح الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حثه عليها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى كذلك عمن لم يضحي من أمة محمد. فالأضحية سنة ثابتة ومؤكدة، وليس على من تركها إثم، لأن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذا كان المسلم موسرا فلا ينبغي له أن يترك الأضحية، بل الأولى والأفضل في حقه والمتأكد في حقه أن يذبحها، وإن كان معسرا فهو معذور والحمد لله. نعم.